هم الأنبياء كانوا يركزون على الإيمان بالله لفائدتين، الفائدة الأولى الصلاح، الفائدة الثانية الاعتماد، يعني أن إنسانا مرتشيا لنسأل من الوزارة، أية وزارة في أية حكومة، لنسأل من الرئيس في أية دولة، لنسأل من أي موظف كبير، هل تعتمد على إنسان مرتش؟ يقول ما أعتمد عليه أبدا. لماذا بتعتمد عليه؟ لأنه ما عنده إيمان بالله، وإذا لم يكن له إيمان بالله يرتشي ويهدم القانون. القانون قال إن الإنسان القاتل خذه، أخذ الإنسان القاتل أعطاه 100 دينار وهرب، خلاص الإنسان المرتشي يعتمد عليه. لكن إذا مؤمن بالله ما يرتشي. أي رئيس دولة أو وزير أو سفير أو موظف كبير مو مستعد يخلي فرد مرتشي عنده؟ لكن من يمنع الرشوة؟ القانون يمنع الرشوة؟ مستحيل. اجعل لك 1,000,000 قانون لكن الرقيب الداخلي يمنع الرشوة، يمنع أكل المال الناس بالباطل. الإيمان فائدته الطهارة، فائدته الاعتماد.